الحفل الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء اينما كنتم، وهكذا تستمر هذه الانطلاقات، وهكذا ايضا نستمر بهذا العطاء وبهذه الالوان. نتحرك مع الشوط الحادي عشر في مجموع اشواطنا، ونرحب بمن رحب بالمركز الاول مرموق السعيد بن راشد بن مرخان الاستبي، يقدم لنا مرموقه باول المراكز. اما المركز الثاني، المركز الثاني جبارة راهد بن سعيد بن غدير الاستبي، والمركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظة أيضا يأتينا شعار جميل يتقدم مع النجوم ومع أيضا القوة الطاحنة، يتقدم شعار السيد محمد بن صالح بالقمرة المري. النقلة التالية إلى المركز الرابع، أما المركز الرابع فهنا أيضا يتقدم شعار محمد بن سعيد بن سليم على ظهر شقرة. أما المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس نجدة سعيد بن سهيل بن دليوي، والمركز السادس، المركز السادس جبارة خميس بن محمد بن رفيعة الفلاسي، والمركز السابع فهنا الوصول في هذه اللحظة أيضا شعارات بدأت تربك. المقدمة هملولة العلي بن راشد بالطبيعة يقدم لنا هملولة بالمركز السابع، والمركز الثامن، المركز الثامن تتقدم اللي هي جدلة وسعيد بن أحمد بن سهيل بن بطي، هو من يقدم لنا هذا الشعار. تقريبا هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، يعني التبادل سريع، التبادل سريع على المركز الأول. نتقدم مرة ثانية، نتقدم مرة ثانية إلى الأمام لنتابع جبارة خميس بن محمد بن رفيعة. من يقدم لنا جبارة؟ من يقدم جبارة؟ المركز الثاني أشوف جدلة واصلة، سعيد بن أحمد بن سهيل بن بطي العيالي هو من يأتينا بالمركز الثاني، والمركز الثالث تتقدم السائحة حمد بن محمد بن سعيد العفاري يأتينا بدور ثالث، والمركز الرابع الله الله الهجوم، الهجوم القادم، الهجوم القادم من بضبيعة ومن أيضا بكليب. يتقدم أبو محمد، يتقدم على ظهر العدملية، العدملية سالم بن سيف بن كليب هو من يقدم لنا العدملية. يا سلام، بدأ الصراع، بدأ الصراع في هذه المرحلة المتبقية من الناموس بين جبارة. جبارة صامدة بالمركز الأول، جبارة صامدة بالمركز الأول، ولكن العدملية، العدملية هي لها طولة بالمراكز الأولى، لها طولة بالناموس. تتقدم بشعار زي بن علي بيكليب هو من يقدم لنا العدملية. أما المركز الثاني فأنا جبارة خميس بن محمد بن رفيعة، المركز الثالث العفاري يهاجم، العفاري يهاجم مع السايحة، السايحة قادمة، السايحة قادمة لحمد بن محمد بن سعيد العفاري. من يقدم لنا السايحة في هذه الأمتار، الأمتار المتبقية، ولكن العدملية، العدملية هي الأقوى، هي الأسرع، سالم بن سيف بن علي بكليب، ولكن العفاري، العفاري هو من يهاجم، هو من يهاجم المقدمة، يهاجم مع السايحة حمد بن محمد بن سعيد. العفاري يقدم لنا السايحة، الناموس وين؟ الناموس يذهب، أين يسكن العفاري؟ هل هو في الوقن أو في منطقة القوع أو في منطقة العين؟ الناموس مع العفاري، الناموس مع السايحة اللي بدأت تاخذ طريقة، تاخذ طريق الناموس، تاخذ طريق الانتصار. تتقدم، تتقدم وما زالت تباعد الخطوات، تباعد الخطوات لتضمن التأهيل وتضمن الناموس. سلام، نقول سلام، سلام يا العفاري، سلام، سلام لراعي السايحة حمد بن محمد بن سعيد العفاري. نهني على فوز السايحة بالمركز الأول. لحظة الوصول، لحظة الاقتراب، لحظة التتويج والانتصار. تهانينا والناموس للسيد حمد بن محمد بن سعيد العفاري. المركز الثاني وصلت جدلة لسعيد بن أحمد بن سهيل بن بطي. المركز الثالث فهنا جبارة خميس بن محمد بن رفيع. المركز الرابع بكليب، والخامس هذا شعار بن دليوي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، 4 دقائق 48 ثانية، توفيق 4 دقائق 39 ثانية لسيف بن علي بن كليب. هذا التوقيت الأفضل الذي دون عندنا
في ساعات التوقيت